كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. تحية للجميع. نحن اليوم كنسي قيامة حالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. نجسد مخرجات التي خرجت بها التنسيقية الوطنية في إطار التمديد ديالها بالهجمات الشرسة اللي تعرضوا لها الأساتذة أو الذين فرض عليهم التعاقد في جميع ربوع الوطن، سواء الهجمات البوليسية والهجمات كذلك والكذبات الإعلامية التي الأستاذ فرض عليه التعاقد. اليوم كما ترون هي معركة أو تنزيل المخرجات التنسيقية الوطنية والبرنامج الذي سطرته يعني بهذه الأيام. مدينة طنطا أو التنسيقية الوطنية المحلية للأسد اللي فرض عليهم طنطان تأخذ هذه المعركة أو تأخذ هذه الوقفة الاحتجاجية لتوضيح يعني معركة التعاقد وتبيان وإظهار يعني ما هي هذا التعاقد. ونحن دائما نقولها ونكررها، لا بديل عن الإدماج، إدماج داخل القانون الأساسي موظف وزارة التربية الوطنية، وليس ما يحاك الآن وهو ترسيم داخل الأكاديمية ما يسمونه يعني القانون الأساسي موظف الأكاديمية، وهذا نرفضه رفضا باتا. إذا معركة التعاقد هي معركة الجميع، هي معركة أبناء الشعب بنات الشعب، هي التعاقد هي معركة من أجل حماية المدرسة العمومية من خصوصيتها، وهذا ما تنهجه الحكومة. ونحن دائما متشبتين بمطلبنا العادل وهو الإدماج داخل منظومة وزارة التربية الوطنية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.